ما غنيت عشان شهرة، ولا غنيت عشان الغاب كذبة شعاري من فكرة مناية تفرح الأحباب. بكون أحمد حسين يا ناس، وليه أرض الوطن حباب عليه بلد الدويم شبيت بلد فيها الحنين منساب، وبدرس هندسة البدري قسم مدنية رفتي، وساب هناك في بربر الطيبة ومكان الجامعة في القدواء بصيلة وسمحة بيناس وتلم أخواني. والله أصحاب بصيلة وسمحة بيناس وتلم أخواني. والله أصحاب مرحب بك محمد. ما شاء الله، ده التعريف بتاعك الشعر ده. لف تعريف. صباح الخير. مرحب بك حمزة، صباح النور وصباح الخير على كل المشاهدين، إن شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم. أهلا وسهلا طبعا مشاهدينا. للربط أنه أحمد كان معانا في الحلقة السابقة، ولكن قطع الحديث، انتقلنا مباشرة إلى عاصمة جنوب السودان جوبا. والشيء اللي بيميز الآن الجسدي أنه بعد تحقق عملية السلام واتفاق السلام اللي قطع الحوار بينه وبين أحمد، أحمد عاد بعد السلام، وإن شاء الله نستمر في رسائل السلام. كان عندك رسالة السلام ولوم بالنسبة للنصري اللي هي ممكن نعيدها تاني ونديها الطابع الآخر، طابع المناداة بالنسبة للنصري أنه يعود للساحة الفنية مجددا. يعني والله فعلا نتمنى عودة الأستاذ ملك الطنبور محمد عثمان النصري للمسارح مرة أخرى. بقول سلام يا النصري، كيف حالك؟ وكيف الخلة والأحباب؟ وكيف حال الشمال يا أخي؟ عوافي إن شاء الله يا الأرباب. وكيف طنبورك السحري؟ بشوفني قريش وشحة وغاب، تعال راجع كفاك رحيل. تعال أيامنا سودة خراب، بدونك فاقدة للمعنى، وتعال ملانا بالإعجاب. تعال غني لنا في عزة وفي البلد الصبح مسروق، تعال غني لنا في نيلنا عن الطورية والواسوق. تعال غني لنا يا إنسان وأصدح بغني واتشوق، عشان أنت العلاج عندك ومن طين السماح مخلوق. تعال صبرية باكي شديد، معاها أماني والعابرات، معالي للغلابة شكل وقول نقلل السفرات. وسيب سكك الرحيل وارجع، تعال سباركي والكاميرات كتير مشتاقة للطلة ودوام، تتمسى بالعبرات كتير مشتاقة للطلة ودوام، تتمسى بالعبرات. ويعني يا أحمد، يمكن الشعر ده رسالة كبيرة جدا، وكمان في هذا الشعر جسدت أغنيات الفنان العظيم النصري على إنه يعود للساحة الفنية من جديد. أنا أعتقد إنه النصري بعد سماعه للكلمات دي هيعود ويحن للطنبور ويقدم جميل الأغنيات إن شاء الله. طيب أحمد، أنت اهتمامك كثير جدا بالشعر، خاصة عشان نقول الشعر الغنائي المتميز هذا، دعنا نعرف الأعمال الجديدة بالنسبة لك. هل في ديوان شعر يطبع باسمك؟ في ديوان شعر اسمه حوش مدرسة، وثاني في مشروع جديد بتاع ديوان شعر اسمه أحلام العمر اللي هو قرب يكتمل وماشي فيه إن شاء الله. لكن زي ما بقول الشيء المؤخرنا الدراسة بتاعت الجامعة، الواحد قدر ما يلقى له فرصة من إجازات الجامعة وكده بيواصل في برنامج الماشي عليه أساسا. طيب نتكلم عن حوش المدرسة ده 200، يعني هو طبع ودشن ولا لسه تحت الطبع؟ لسه تحت الطبع ان شاء الله. بيحتوي شنو يعني على مجموعه من الكلمات من الشعر؟ هل مازج ما بين الشعر الدارجي؟ بيحتوي على الفصيح. عدد من القصائد الدارجيه كلها. ليه عنوان عنوان اللي هنا دائما خصوصيه في اي عنوان او بيت شعر او اختيار يعني المسمى يعني؟ اصلا عندي قصيده اسمها حوش مدرسه يلا كتبتها مؤخرا وعجبتني شديد، ف ممكن نسمع اخترت منها. اسم اللي اخترتها اسم لشنو؟ للديوان. طيب نسمعها. طيب تفضل. حوش مدرسة وأبوي غفير ما عنده شي، لكنه زول طيب خلاص، تلقاه مبسوط منتشي ودايما بيتغن للعمل، من التخاذل بيختشي وكل هم لقمة تكون حلال. كان كسرة أو حبة نشي في جم ليه بعد تعب، كان حتى من بعد العشي. وأبويا زول أغبش وطن، باقي لي عزة ومفخرة، وفي لحظة الآذان بيقوم حاشاه نوم أو جرجرة، بيمرق يصلي مع الغبش جاف الشزوز والمقدرة، وبرجع يجينا بعد ذكر من حلقة زاهية ونير وقبال يدوق شاي الصباح، بهمة بملل
مزيرة وشان يشرب الطلب وارتوى ويبقى الوضع في السيطرة ويقعد معانا على الحويش لمة وتناغم وقرقرة والحجة بهناك ساوية شاي وزلابية طعمة مقمرة ومعمولة بحب وامتنان لا فيها زيف لا فشخرة ومقسومة منها حلتين للبيع عشان ما نجيب دقيق وبصل وكمين سكر وسيبك من الباسطة وحليب ما نحن ساكنين في ضرة بعد الشمس تعلن وصول بمرق بكوس درب العلم ومعاي خياتي الصغار والحجة بتشوف ليها ظل تفرش عليه حاجات كتار حشوات ولعبة حظ جميل ونبق ومعاه شوي فشار وإن شاء الله حظه يكون جميل هالراكز الشد الحمار ده بكون أخوي عبد الرسول بنقول على الملج الخدار إنسان وطيب وفيه حنان لأمي وأخواتي الصغار برجع معاشة فقل مغيب برجع مجرتك بالنهار لا كل من ظرف الحياة ودايما بكوس الانتصار ده البيت كده نحمد إلهنا ويوت نزيد راجين عشان باكر سمح راجين لينا يكون فريد نقرأ نحضر ونشتغل وندوزن الأفراح نشيد لكنه لو الحال صلح لكنه لو الحال صلح من بيتنا ما بمرق وليد ما أصله شالنا على الفقر ودانا من متكب جريد قوانا في الزمن الصعب خلانا أصلب من حديد راجين وطن طيب جميل ناقص كتير فاقد شهيد راجين وطن يسع الجميع دايرين وطن مشرق جديد دايرين وطن يا سلام وطن يسع الجميع يا سلام. يعني لو كان في صوت شكر وتقدير واحترام ووفاء لأمهاتنا الحبيبات وخالاتنا الكادحات دائما إحنا من إحنا صغار إحنا تربينا على يدينهم هم وقمنا وشفناهم في الحياة هم عايزين لقمة العيش الحلال اللي بدخلوها بيتهم بالنسبة لأولادهم وكبروا وعلموا ونفتخر إن هم السيدات يعني امتهنا مهام مختلفة جدا وقدرا إنه يربوا أبنائهم وأحفادهم كمان دي رسالة محبة وتقدير. لو تكلمنا في جانب آخر عن أنت غير اهتماماتك الشعرية عندك اهتمام في الجانب الإعلامي صحيح فهنا ده مزج غريب كده هندسة إعلام شعر وأنت ماسك السوق يعني ما شاء الله يا أحمد يعني التقديم الإذاعي ودوره برضه في تأهيل الشاعر يعني إنه نحن نتكلم عن تقديم الإذاعي نتكلم عن الشجاعة اللي بتخلي الشخص إنه يقف أمام الناس وتكلم عن تفاصيل وحاسيس مختلفة حتى لغة الجسد ممكن توصل مفردات بعين يعني فعلا. فكيف المزج ده وقدر كيف ممكن أضاف لك أنت كأحمد شاعر؟ طيب أنا أصلا في البداية كنت بقدم البرنامج الصباحي في المدرسة ده زمان طابور الصباح طابور الصباح زي ما بقوله من هنا كانت البداية بعدها الواحد انتقل من مرحلة لمرحلة دخلنا الجامعة شاركت باسم الجامعة بالشعر حرست فيه المركز الأول الحمد لله في جامعة الشندي الفترة المرة اللي بعدها شاركت بشنو تقديم إذاعي والحمد لله برضو حرست المركز الأول بجامعة دنقلة على منافسات القطاع الشمالي أضاف لي شديد التقديم يعني كون إنك تقف في مسرح و... دي أصعب البرامج تقيم قدام الجمهور فعلا والله لكن واحد قال لو يتبدد ضل الغيمة عبي خطاك إصرار وعزيم وخوض النار مع إنك حافي يا جميل يا في يمكن يكون يعني اشعارك وكلماتك اللي بتقدمها في اصرار وعزيمه لانك انت عايز تصل للحاجه اللي انت عايز تمشي لها في يعني صوت قوي جدا بانه الحاجه اللي انت عايزها لازم تصل لها قدمت لاحمد النصر شعر ولسه لازم انت بتقدم له لحد احمد النصر يعود بفضل الله ولا ثم بفضل كلماتك اللي قدمتها هتمشي في مجالك الشعري نقول انت عندك رؤيتك اللي انت حابب تعملها فدي دي حاجه بالنسبه لك مهمه جدا لازم تمسك فيها كويس المبادئ والحياه زي دي فلو سمعنا شعر يتكلم في في الجانب ده انه انت تصير على الحاجه بتاعتك حتى ما تصليها او شعر يدعو للامل يدعو للتفاؤل يدعو لغد جديد طيب انا عندي قصيده لكن الان ما مستحضره او قلتها في عدد من غاطه الفضائيه عندي جديد كثير طيب تفضل طيب دار ديكم قصيدة إهداء لأبناء خالي بابكر محمد مزمل أو بابكر شقورة وبقول رح يا قلم نكتب والغوافي نجيدة في الفوق ومخصال نادرة والتملي فريدة ناسي وعزوة ليهم معزة شديدة داير أو في ليهم بغوافي مجيدة
ببدأ قصيدي بالدعوة المناية قبول يرحم خالي بجنة وسرر ممهولة. سيرت جلية للآن بالذكر موصولة أرباب سيد شهامة وشخصه كان مقبولة. خالي القاري حد دايما فعاله تسر خلف بعض أولادا نسلهم حر. راكزين صبوا في اليوم الدموم وتخر واحدهم ببرز وبزقي خصمه المر. محمد قول له محتاج لك بتب عجلان زول جواد وللمال والقرش خمجان. ضباح السمين اللي بيكرم الضيفان تفخر بك قبيلتك ودولة السودان. يا سلام. أحمد قول له جاينك ضيوف كمية صدره في شان ملان همية. حاشاه الجبن ذكر وثبات حتمية وزنك في الرجال وحدك تفوق المية. حقه ونايا وسيد فزع ومغامه كريم فوقه خصال كثيرة ووصلت التعميم. أبرايا محكم وقلبه ضم سميم فوقه الشكر خايل الراكز إبراهيم. سليمان بسخة بالروح للعشيم والطاري دار الرخية من صح الحديث زي داري. بكرم ضيفه بيطلق حرام إجباري فارسا منه يومات الخصيم بالضاري. عمر الشكر مهما تقول تقصر فوقه صنفه ذهب حلايب الديم عامر سوقه. إن قصد الخصيم عمر المندر زوقه بيصبح له السهر حتما بمحك روقه. بختم قولي لكن ما بلغت أمالي وبدعي لكم سعادة وسلما متعالي. يلبيكم سريع القاسي بيصبح حالي بفخر بوجودكم يا أرابي بخالي. بفخر بوجودكم يا أرابي بخالي. الله ما شاء الله غايت أولاد خالك دير ما خلت لهم حاجة. تحية لهم من هنا تحية لكل الأهل بالدويم وصالحة والدين محمد علي وواصل إبراهيم كلهم إن شاء الله اليوم التحية كلهم. طيب في جزئية أخيرة من اللقاء ده معك، إحنا تكلمنا عن التغيير، تكلم عن معالجة القضايا، أنت في استهلال كلامك قلت ما غنيت عشان شهرة، تغنيت عشان تعايش هموم المواطن، تحكي عن تفاصيل. ودائما بنقول إنه الشاعر هو لسان حال العامة، يعني لأنه في اتهام دائما إنه الشاعر لما يكتب شعر بيضيف له طوال، يعني بيقولوا زول ده مر بحالة كذا، يعني التفاصيل دي. فنتكلم عن معالجة قضايا المجتمع، يعني ولو كان عندك في أشعارك برضو تفاصيل الوطنية الخالصة دي ممكن نهديها لكل المشاهدين. طيب زي القصيدة اللي فاتت حوش مدرسة هي أصلا قصة حقيقية. أنا لقيت ولد في سنة 8 سنوات 9 سنوات ساكنين في مدرسة، حكى لي يعني الكلام اللي أنا كتبته ده كله من حكايته اعتباره برضو من عالج بقى قضية شنو للناس الساكنين في المدارس زي عموما كده الناس تلجأ لهم وشو وتقيف معاهم. جميل. طيب نقول تاني شعر عن الوطن لو كان في مستحضر كذا. طيب انا اديك عن زي ما بقولوا الحياه اليوميه. طيب كلنا بنتعايش يعني انت بتعيش جو كذا وجو كذا وجو كذا. نعم. المهم انا قلت ضقت الرقزه في الدار واكل عن جاوي. ابشر. وضقت السفره بالصحراء السمومه يلاوي. ضق جالست لسه محم وياها مضاوي ضق دردشت في نيست الوراه حكاوي. ضقت السفرة بالطائرة وفلاي أمارات وضقت السرحة بالغنوم وبالبقرات. ضقت النوبة والسبحة ومشي الحضرات وضق حلحلت ترميس هوفمان بشفرات. ضقت البدلة بالبني الجميل الداكن وضقت بتكة والشال والجكين الماكن. ضقت عمارة في الطابق الحداش الراكن وضقت روكة وحمزة وعليه نساكن. ضقت الزرع بالسلوكة لوبة وعيش وضقت الشدة بيصفة وانتباه في الجيش. ضقت الجزمة كل حين تدخل الورنيش وضقت لعبت باليك الجهار والشيش. ضقت الكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض وضقت صليت نوافلي بعض تقضي الفرد. ضقت اللكشة في الجامعات وضقت الطرد وضقت السينما والحاوي بداية العرض. ضقت الخوة والرفق السمح مضمون وضقت العاقرة لقحت ونجح ليمون. ضقت الغنوة في الراس المقر النون ضقت محاية والبخر الكثير كمونة. ضقت الشاشة فيها ظهرت كمين مرة ضقت الفرة في الوادي وأخذت لفرة. ضق عبيت هدومي وشلتهن فوق صرة ضقت النسمة والفريون ليالي الحرة. ضقت رسمت بالإيفور رسوم تهشير
وضقت قلوب كتار فقدتهم تخدير، ضقت قفلت تلفوني وعملت تشفير، وضقت السربة والعقرة وشراب الزير، وضقت السربة والعقرة وشراب الزير. يا سلام، يعني قصيدة يمكن يا حمزة جسدت معاني حياة كتير جدا احنا يمكن نكون زي ما انت قلت في بدايتك اتعايشناه وقلناه وعملنا معاه. يعني سربت انت يا حمد. نحن طبعا الحياة دي بنهتم بها جدا، وخاصة تحية كبيرة جدا للأهل في الريف. دائما حياة الريف يا أحمد حياة مختلفة جدا، حياة لها طعم خاص، لها طعم مميز جدا، وهي اللي بتشكل هوية الإنسان وبتخليه هو الحاجة اللي عايز بيمشي فيها من خلال زمن الطفولة. فعلا والله زي ما قلت، هناك المناظر طبيعية وكل شيء طبيعي زي ما بقول. أها طيب، في إشارة من الكنترول أحمد، ده هو لا نعم، نحن بس في ختام الحديث، نحن ما كنا عايزين الحديث ينتهي. فأحمد يعني شاعر ممتاز جدا، ونحن من حقنا نقيم هذه التجربة لأنه تجربة ممتازة جدا. طالما هي تجربتك أو تجربة مثمرة، طالما هذه التجربة يا حمزة امتدت إلى أن تصل إلى الفنان أحمد أو الفنان محمد النصري، أنا أفتكر التجربة وصلت للحياة العادية. نحن في الخواتيم بتمنى التوفيق، في رسالة أخيرة حابب تقول شنو في خواتيم هذا اللقاء؟ أقول قصيدة ولا أرسل تحايا؟ أبدأ خلاص قصيدة، فيد لنا بالقصيدة. طيب قصيدة صغيرة. أرسل تحايا للوالدة اللي بالقافل محمد مزمل بالشقورة بالديوم، الوالد حسين أحمد إبراهيم، وكل الأهل والأحباب بالديوم، وكل عمادات جامعة الشيخ عبد الله البدري، كل من يعرف أحمد حسين. بولاية نهر النيل. بولاية نهر النيل. طيب، وعشان بربر وعشان نهر النيل أقول عشان نشوق عليه بربر، عليه قدوابنا والسكة، على القنجارة والشرام، عليه معنيف والدكة، يا سلام، على الحبالة والحفاب، عليك يا طيبة قلبي بكى، وقال حواشة زوقة فريد، أهل طيبة وأهل حنكة، وضانقيل الإرس والعزف، وصاح ما فيهن اللكة، وبلد مجذوب سلام نقزه، طريد خطوات قبيل سلكة، وصرحت عليه ربع بربر سلام يا بربر الدكة، وصرحت عليه ربع بربر سلام يا بربر الدك. سلام عليك. مقدرين أحمد حسين الشاعر الجميل اللي أتحفنا كثير جدا من قراءته الشعرية الصباحية والرسائل التوعوية في بريد كل المواطنين. شكرا جزيلا، كتر خيرك. شكرا لك حمزة، وشكرا لك محمد، شكرا لغاية الشروق. شكرا. نتواصل بسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فاصل قصير يفصلنا من خلال هذا اللقاء، ومن ثم نعود ونتواصل عبر صباح الشروق.